انا بحترم فكره انت عايز تفوز ازاي، لكن ما يكونش ده الفريق اللي انت او الطريقه اللي انت بتفوز بيها وتيجي تسقطها على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو لو رجعنا كمان الدوري اكثر في ثلاث فرق استحواذ بيراميدز الاهلي والدجله، اكثر في ثلاث فرق محاولات على المرمى هتلاقي الاهلي وبيراميدز، فاعتقد واضحه جدا والارقام ما بتكذبش مين الفريق اللي بيلعب على الهجمه المرتده يا فارس ومين الفريق اللي بينزل يفرض شخصيته على المباراه. في حاجه بس مهمه اقولها، ان انا متفق معاك تماما ان طريقه الفريق كل واحد بيلعب بالطريقه اللي تخدم اهدافه، ولكن بما انك انت بتقول الطريقه دي فرق صغيره فبنفس المنطق احنا بنقول لك ان مش دي الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، حتى لو انت فريقك بيلعب ده وده في مصلحته حاجه احنا ما نقدرش نعترض عليها فنيا. على فكره نقطه مهمه كمان، ان ممكن تتحسب لهم ميزه ان من اقل عدد محاولات بيقدروا يفوزوا بالمباراه. صحيح. فدي ممكن تتحسب لهم ان شاء الله التوفيق العجيب الملازم لنادي الزمالك في الفترات اللي فاتت دي كلها ينتهي. بس معانا ضيف تاني، اتكلم يا اسامه في واقعة مختلفه. دايما لما تيجي فكره الكلام عن التحكيم بيجرونا للكلام عن التاريخ، فطبعا برضو الكابتن خالد الغندور، انا مش عارف بقى المره دي قولا واحدا ولا لا، ولكن كان له تصريح غريب ومغالطه تاريخيه حبينا نصلحها في جهاز كشف الصدق. نشوف الكابتن خالد الغندور. فالمهم المهم 82 الاهلي خد الدوري بالصوره دي اللي كان الزمالك المفروض ياخدها، اول بطولة أفريقية للنادي الأهلي في تاريخه كانت بسبب الدوري ده، بسبب الدوري ده بتاع حسن شحاتة. بعديها الأهلي راح بطولة أفريقيا وكسب كوتوكو في النهائي على ما أتذكر، وخد أول بطولة أفريقية في تاريخه. وبعديها توج كابتن محمود الخطيب بأحسن لاعب في القارة الأفريقية بسبب تألقه في هذه البطولة اللي كان الزمالك المفروض هو اللي يتأهلها، وبظلم تحكيمي بين وواضح جدا لأي حد. عجبني جدا ان الكابتن خالد الغندور نسب انجازات عديدة للنادي الاهلي على خطأ تحكيمي واحد. احنا لو طبقنا القاعدة دي وطبقناها قبل كده وطلعنا ب 90% بطولات مساعدات تحكيميه و10% حظ، اعتقد لو طبقناها على الكونفدراليه او السوبر الافريقي هنقول كاس مصر، كونفدراليه، سوبر افريقي. لكن انا مش مع القاعده دي، لان كل بطوله ده ان كان كمان الخط التحكيمي ده فارس اصلا هو اللي كان مساهم في ان الاهلي ياخد الدوري، وهو اللي خلى النادي الاهلي يشارك في بطوله افريقيا. باختصار احنا معاكم في نقطه تخص السفر عبر الزمن، يعني احنا هنشرح ازاي تسافر عبر الزمن قولا واحدا. هنيجي مباراة كابتن حسن شحاتة اللي فيها الخطأ اللي مش هنتكلم في تفصيله، عملنا له حلقة قبل كده. المباراة دي كانت بتاريخ 14 مايو 82 بين الأهلي والزمالك. كابتن خالد شايف إن لما احنا خدنا الدوري نتيجة المباراة دي على حد قوله ده اللي خلاك تلعب بطولة أفريقيا 82 وتتوج لأول مرة باللقب. أصلا بطولة أفريقيا 82 بدأت في 9 إبريل 82 وانتهت في 12 ديسمبر 82، يعني مباراة الأولى هنا ضد الأشغال الصومالي في البطولة كانت أساسا قبل مباراة كابتن حسن شحات. التفسير الوحيد المنطقي لفكرة إن مباراة في إبريل هي اللي خلتك تاخد البطولة مع ان المباراة بتاعت كابتن حسن شحاتة كانت بعدها، فانت شاركت في البطولة في المباراة اللي بعدها، فدي قصة سفر عبر الازمان محتاجين كابتن خالد يقعد يشرحها لنا هي ازاي. الموضوع هنا يا جماعة ده حق من حقوق النادي الاهلي ما ينفعش نفرط فيه ابدا. وانا طالب حاجة يا احمد بعيدا كمان عن رأي كابتن خالد الغندور، انا لما اطلع اقول للناس معلومة لازم ابقى خايف على مصداقيتي، ده لاي حد لازم ابقى خايف على مصداقيتي، ولازم ان انا لما اتكلم في معلومه اكون خصوصا لو التواريخ سهل للحصول عليها اكون بعملها بشكل صح عشان ما يبقاش الموضوع فيه اي غرض. انا لازم اكد على نقطه كمان، البطوله دي ممكن يقول لك يا سيدي يبقى هو شارك في بطوله سنه 83 وعشان كده الكابتن محمود الخطيب خد احسن لاعب في افريقيا بسبب المشاركه دي. لا، النادي الاهلي شارك في بطوله 83 بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 82، يعني حتى دي ما ينفعش التشكيك فيها. وجول كابتن حسن شحاتة ما كانش هو الحاسم في الدوري ولا منح النادي الأهلي ألقاب بعدها، لأن النادي الأهلي شارك ببطولة الدوري 81 وفي 83 شارك بأنه أبطال الدوري. أعتقد صححنا المعلومة الكابتن خالد. أكيد يا أحمد، وردينا في حقوق تخص النادي الأهلي في الحاضر، وفي حقوق تانية هنرد فيها في زي ما قلنا في الوقت المناسب. بنشكركم ومتابعتكم لينا، وان شاء الله باذن الله نتوج بالبطوله، ووقتها هنعمل كل اللي احنا عايزينه باذن الله. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله على خير.